أورد المصنف في كتاب العمدة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المواقيت، وهذه المواقيت التي وردت في حديث ابن عباس أربع، وقد جاء في حديث جابر زيادة خامس وهو ذات عرق. وهذه المواقيت قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذلك فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. هذا الحديث فيه من الفقه الكثير من المسائل، لكن منها أول مسألة استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز لمن جاوز الميقات أن يتجاوزه إلا محرما إذا كان مريدا مكة. فكل من أراد مكة فيجب عليه على مشهور المذهب إذا جاوز الميقات أن يكون محرما، ولا يستثنى عندهم في ذلك إلا من تكرر دخوله إلى مكة أو كان لحاجة كحال النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخلها فاتحة. ووجه الاستدلال من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. قالوا: فقوله ممن أراد الحج والعمرة يدلنا على أن كل من أراد مكة فيلزمه إرادة الحج والعمرة أو العمرة، وقد فعله ابن عمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا خرج من مكة وأراد الرجوع إليها أحرم بعمرة. المسألة الثانية أن العلماء يقولون على سبيل التقسيم للأحوال أن من مر على الميقات فإنه ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مريدا لمكة أو أن يكون مريدا لغير مكة كجدة مثلا. فإن كان مريدا لمكة فيجب عليه على مشهور المذهب أن يحرم إلا أن يكون ممن استثني تقدم ذكره. وإن كان غير مريد لمكة كأن يكون مريدا لجدة أو الكامل أو عسفان أو غيرها من المدن التي دون المواقيت، فيقولون له حالتها أيضا: إما أن يكون مريدا لغير مكة فقط ولا يريد بعدها الذهاب إلى مكة، وإما أن يكون مريدا تلك البلدة كجدة ثم ينتقل بعدها إلى مكة. فإن كان غير مريد الذهاب إلى مكة فإنه يذهب إلى جدة مثلا، وحيث أنشأ العمرة بعد ذلك فإنه يحرم منها، وهذا واضح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان دونهن فمن أهله، أي من حيث أنشأ. وأما إن كان مريدا لغير مكة ثم يريد مكة فالمذهب أنه ينقسم إلى حالتين كذلك. فإن عزم الإقامة في جدة مثلا أكثر من حد الإقامة، يعني 21 صلاة فأكثر، جاز له الإحرام منها. وإن مكث أقل من حد الإقامة 20 صلاة فأقل، فيلزمه الرجوع إلى الميقات فيحرم منها. إذن هذه الأحوال كاملة في هذه المسألة. وقوله صلى الله عليه وسلم، أعيدها، طيب الأخيرة، يقول فقهاؤنا إن من أراد الذهاب إلى جدة فإن له حالتان: إما أن أراد الذهاب إلى جدة ثم الذهاب إلى مكة فله حالتان. الحالة الأولى أن ينوي المكث حد الإقامة فأكثر، وهي 21 صلاة فأكثر، فحين ذاك يجوز له أن يحرم من جدة لأنه سيكون مقيما فيأخذ حكم المقيمين في جدة. والحالة الثانية أن يكون لم ينوي المكث حد الإقامة، بأن نوى المكث فيها أقل من حد الإقامة 20 صلاة فأقل، أو لا يدري كم سيمكث، فيكون حكمه حكم المسافر، وقد جاوز الميقات مريدا الذهاب إلى جدة ثم مكة. فحينئذ نقول إذا أردت الإحرام ولم تكن قد أحرمت عند مجاوزة الميقات يجب عليك الرجوع إلى الميقات. وانتبه الفرق بين الصورتين. الأمر الأخير في قوله صلى الله عليه وسلم: فكذا أهل مكة يهلون منها، أي أن مكة يهلون من مكة، وهذا محمول عند فقهاء المذاهب الأربعة جميعا إلا خلافا لبعض العلماء على الحج فقط دون العمرة، إذ على مشهور قول فقهاء المذاهب الأربعة جميعا
يجب الإحرام على أهل مكة من أدنى من الحل، فيجمع بين الحل والحرم. والحج لم يوجب فيه ذلك، لأن الحاج يخرج إلى عرفة وعرفة حل، فكان قد جمع بين الحل والحرم.